إذا نتابع هذا الملف مع ضيفنا من بغداد الباحث في الشأن السياسي طالب الأحمد. أستاذ طالب، مرحبا بك، وأبدأ معك من التطور الميداني اللافت، عملية توغل للجيش الإسرائيلي. الدبابات وصلت إلى شارع صلاح الدين، هذا الشارع يبعد حوالي 3 كيلومتر عن السياج الأمني ويعد خاصرة رخوة، هي محاولة ربما لفصل شمال القطاع عن جنوبه. وقع هذا التطور على سير المعارك بتقديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا أجدد التحية والشكر والامتنان طبعا لقناة التغيير الغراء على هذه المتابعة المستمرة والتغطية المتميزة حقيقة لما يجري في غزة من مآسي. أعتقد شكرا لك، قبل أن أجيب واجب عن سؤالك أخي الكريم، عفوا، أعتقد أنه الإعلام الآن هو في قلب المعركة بصورة عامة، سواء إعلام التغيير، الإعلام العربي، الإعلام العالمي. وأتوقع أنه إذا استمر الإعلام في هذه التغطية وكشف حقائق ما يجري في غزة وخصوصا ما يتعرض له المدنيون في غزة، أعتقد سيكون له دور ويعني مؤثر في تحديد مسارات الحرب أو في مسألة وقف إطلاق النار. لا ننسى انه امريكا ومن وراءها يعني اسرائيل ومن وراءها امريكا والغرب، الان في موقف محرج، في مأزق، بحكم انه هذا الاعلام اللي ينقل يوميا صور مآسي لها، ليضع يعني هذه الدول، يعني اسرائيل، الولايات المتحده، فرنسا، بريطانيا، الدول الداعمه لهذا العدوان على غزه، يضعها طبعا في موقف محرج امام شعوبها، امام الراي العام، ويضع علامات استفهام كبيره عن حقيقة الديمقراطية، وباعتبار هي فلسفتها أنه احترام الرأي العام وتماهي السلطات مع توجهات الرأي العام. هذا بالنسبة للإعلام. أما بالنسبة ما يجري على الأرض، طبعا إسرائيل لا يمكن أن يعني أن تنهي الحرب أو أن تكتفي فقط بهذا القصف الجوي المكثف على المدنيين في غزة، لأنه ستكون طبعا إذا افترضنا أنه تم وقف إطلاق النار وانتهت الحرب عند هذه المرحلة، فصحيح الشعب الفلسطيني يعني قدم تضحيات ضخمة، 8000 شهيد، ليس بالرقم البسيط، لكن دائما في الحروب هو الأمر المهم بعد كل صراع عسكري هو ما هي النتيجة السياسية من هذا الصراع، أو ماذا بعد وقف إطلاق النار. إسرائيل يعني طبعا أنه قتل المدنيين واستهداف هذه المنشآت المدنية لا يمكن اعتبارها نصرا، بالعكس سوف ستكون له تداعيات يعني خطيرة على وجود هذا الكيان وعلى موقف المجتمع الدولي من هذا الكيان. لذلك إسرائيل لا تريد أن تكتفي فقط بالقصف الجوي، تحاول أن تنفذ بشكل أو بآخر عملية برية لتقول أنها انتصرت أو أنها حققت مكسب. لكن حتى هذه الحرب أو حتى هذا التوغل البري سواء كان محدود أو كان واسع، أيضا هذا معناه إطالة أمد الحرب. يعني إحنا ربما سنكون فعلا أمام أسابيع أو أشهر أخرى، لأنه العمليات البرية معناها هذه أنه اشتباكات مستمرة، وهذا ما توقعت وردحته وكالة بلومبرغ. أستاذ طالب إذا ما سمحت لي، توقعت بأن تستمر هذه الحرب من 6 أسابيع إلى 6 أشهر. هل تملك إسرائيل بتقديرك القدرة على المطاولة في ظل تعطل الحياة في تل أبيب ومستوطنات إسرائيل، تعطل المدارس، الخسارة الاقتصادية الناجمة عن تلك الحرب، صفرات الإنذار التي تدوي بتل أبيب والمستوطنات؟ كيف تقرأ الضغط الذي ممكن أن يولده طول أمد هذه الحرب على الداخل الإسرائيلي وعلى حكومة نتنياهو تحديدا؟ طبعا طول أمد الحرب لن يكون لا من صالح إسرائيل ولا من صالح أمريكا والدول الغربية. أنا أستبعد أن تستمر ل6 أشهر، سيما وأن هناك انتخابات مقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية محرجة جدا، تحس أنه الجمهوريين الآن يحققون نقاط، يعني الإدارة الديمقراطية أقصد، يحققون يعني مكسب الآن من جراء استمرار هذه الحرب بدون أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية فيها مكسب استراتيجي حقيقي يمكن أن يفسر، أو أنه هذا الوقوف اللي أصبح حتى الأمريكان ينتقدوا هذا الوقوف يعني بدون أي ضابطة، بدون أي وازع أخلاقي، الوقوف مع إسرائيل في هذا الهجوم، يعني
عدوانها المستمر على غزة. من الآن يعني أنا أود أن أوضح أنه يعني ننظر حتى المشهد من الجو أو برؤية بانورامية، أعتقد هنالك قوة يعني قوة يعني مهمة في المشهد في المسرح الدولي تراقب بالدقة ما يجري، منها الصين، روسيا، إيران، مجموعة بريكس، دول كثيرة الآن تراقب المشهد. إذا لم تحقق إسرائيل الأهداف اللي هي قالت عنها أنه هي في تنهي وجود حماس، تنهي المقاومة تماما من فلسطين، أنه تعزز سيطرتها على غزة، تهجر الأهالي، إذا لم تحقق ذلك فهذا معناه أنه إصابتها هي والولايات المتحدة الأمريكية في مقتل حقيقة. وهذا ما أوردته نيويورك تايمز. نعم. وتحدثت عن قلق أمريكي لافتقار إسرائيل لأهداف قابلة للتحقيق. أستاذ طالب، بالتأكيد طبعا هذا تحليل دقيق. يعني إدارة نتنياهو في مأزق كبير حقيقة، مأزق أستطيع أن أسميه مأزق استراتيجي، لأنه العملية البرية معناها استمرار القتال لأشهر، معناها ربما تفجير المنطقة، ربما يدخل حزب الله على خط المواجهة، وبالتالي سوف تكون هناك كثافة نيران أيضا موجهة ضد إسرائيل. احنا شفنا أنه الأمر اللافت في كل هذه التطورات أنه المقاومة الإسلامية في غزة في فلسطين لا تزال لديها القدرة على أطلاق النار، على أطلاق الصواريخ، قياداتها لا يزالون حتى الآن يعملون يعني من تحت الأرض، وبالتالي أنه رغم كل هذا القتل والتدمير لم تستطع إسرائيل أن تمنع إطلاق الصواريخ، لم تستطع أن تقضي على الأقل يعني من منظورها أنه حتى على قيادات لما تذكر يا ربما. أستاذ طالب، يعني بالأمس تابعت ربما عملية نوعية أقدمت عليها القسام عندما تحدثت عن إنزال خلف خطوط القوات الإسرائيلية في معسكر إيريز، مستوطنة إيريز، وأصابت وقتلت عددا من الجنود. عنصر المفاجأة الذي تمتلكه حماس والقسام كم يؤثر في مسار هذه الحرب، وكم يمنحها صوتا أعلى ربما بورقة التفاوض على الأسرى؟ أستاذ طالب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من بغداد طالب الأحمد، ربما سنعود إليه في وقت لاحق. على كل حال شكرا جزيلا للباحث السياسي من بغداد أستاذ طالب الأحمد.